مواضيعنا كثيره اليوم مشاهدينا. صار عاده انت تسوين اعاده تدوير دايماً يعني في البيت دائما للبلاستيك بلاستيك كرتونز امور يعني ممكن. مو للكرتون ما اعرف كيف، لكن علا حنشوف عندها حيال وافكار هذا الاسبوع عشان تخلينا نعمل تدوير لبعض الاشياء نقدر نرجع نعيد استخدامها. تفضل، اهلا وسهلا. صباح الخير يا علا. صباح النور. اهلا وسهلا فيكي. اهلا. في اشياء اللي هو نقدر احنا نحطها في السلة حقت العادة التدوير، بس في أشياء إحنا نقدر نرجع نعيدها تدويرها في البيت. أكيد أنا ما بحب يفوت عندي أي شيء على البيت بدون ما أستخدمه لآخر نقطة فيه، مثل قالب الصابون. كتير أوقات قطعة الصابون هاني إيش فيه فين راحة معلش قطعة الصابون كتير أوقات قبل ما تخلص بصير شكلها ما بيعود بشهي إنه نستخدمه. صح. ففينا نعمل منها صابون سائل منظره كتير أحلى. اللي بنعمله إنه بنبرش الصابونة على الناعم أوكي لآخر نقطة فيها، بصير عندنا بودرة الصابون أوكي. اللي بتشبه هيدا الشيء أوكي. ومنحط بودرة الصابون بس لا تحسبوها برمجان تشيز ولا شيء بخص تشبه برمجان تشيز بس ريحتها كتير أحلى أوكي. منحطها بقلب طنجرة ومنزيد عليها مي فاترة ومندوبها عالنار عالنار. ما ضروري كتير إنه مي تسخن تمام، بس لتدوب الصابونة كليا. واللي بنعمله إنه ريحتها حلوة ريحة. واو. بيصير عنا سائل صابون فينا نحطه بقلب قنينة إلى مضخة. بس أنت ما بتعمليها على النار فكيف زبطت؟ أنا هلأ لأنه المي فاترة شوي أوكي. هي أوكي. ما بدها ما ضروري تغلي على النار، بس المهم إنه الصابون يدوب. بيصير فينا نحطها بقنينة إلى مضخة هيك ونحطها بتواليت. وإذا ما عنا قنينة إلى مضخة فينا ناخد تنكة البيكنج باودر أو بيكنج صودا نعمل فيها محل نحط إما فيها نحط الصابون فيها وبناخد المضخة اللي بتجي مع الشامبو أو الصابون. صار عنا قنينة إلى مضخة. بعدين هنا الإبداع يبدأ تدوها لأولادكم يرسموا عليها أشياء تكتبوا عليها أسميكم بأي طريقة بتعجبنا. وعدنا استخدام التانكي تبع البيكنج باودر وبنفس الوقت الصابونه لاخر. برافو على برافو. كمان عندنا بالتواليت في خزانه صغيره بنحط فيها بنجمع كل شيء كرتون تبع ورقه تواليت. اوكي. بلشت الخبريه انه بنعمل فيها اشغال يدويه مع الاولاد، بس تطورت الفكره انه نعمل فيها جات او وعاء شكله معمول من اسمنت او شيء بس هو معمول من كرتون. اوكي. من عيد التدوير مستحيل دي بالي. هي بسيطه كثير الفكره، بننقع الكرتون بمي اوكي لحديت ما يتشتش كثير منيح، مي عاديه مي عادي أوكي. نتركه هيك شي نهار او نهارين ليتش مزبوط، نعصرهم شوي وبنحطهم بالخلاط وبنطحنهم. هلا اللي لازم نعمله انه نطحنهم كثير منيح اوكي. هي هالعملية بتاخد شوية وقت فبصير شكلهم هيك أوكي؟ أوكي. بس هيدولي الحبيبات مثل عجينة تقريبا. صح. بس فيهم مي كتير. فاللي بنعمله أنه بنعصرهم منيح لحديت ما ينزل المي منهم، بصير عنا كتل هيك أوكي, أوكي؟ حتى زي العجينة يعني بالضبط سو على هالكتل منزيد تلزيق غري أبيض وبنخلطهم كتير منيح حتى يصير عنا عجينة بتلزق شوي. أنا نفسي أعرف كيف تجيك هذه الأفكار منيح. لينا وسع هذه فكرة طلعت بالغلط بلشت غلطة بلشت غلطة، بس كتير عجبني شكل الوعاء اللي عملته فصرت عم بعملها دايما. ما بقى عم بيطلع لهم كرتون تاع ورق تواليت للولاد ليعملوا فيهم أشغال يدوية، بصير شكله المنتوج النهائي هيك بلزق أوكي أوكي. منحط هالعجينة تبعنا بقلب وعاء بيعجبنا شكله ونفردها حالياً نفردها أوكي نفردها نفردها نفردها، بس بدنا نكبسها منيح حتى يتماسكوا القطع على بعض ويلزقوا، بعدين نضغطهم بوعاء تاني نكبسها قديش تنشف. هيدي بدها على القليلة نهارين تنشف مزبوط مزبوط. إذا كانت مكبوسة منيح ونشفت منيح بصير شكلها مثل هذا الوعاء اللي كتير 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 عاجبني شكله. والله حركات بدنا. بس شكله حلو مثل ما هو. وإذا بدنا أنه ما يجي عليه مي ويرجع يتشتش فينا كمان ندهنه من برا بالغري أوكي. بصير حتى إذا مسحناه بقطعة مبلولة يمسك حاله يعني يضله ماسك حاله أوكي. أنا هيدي بستخدمها بمدخل البيت بحط فيها العوينات المفاتيح أي شيء أساور وما حتتأثر لو دهناها بأي لون. فيك تدهنيها بأي لون أوكي. وكمان إذا حطينا الغري ما بتعود بتشتش اذا مسحناها بالماء. والله حركه كمان شغله ثانيه بخليها دائما بالبيت هي كرتونه البيض.
هلا كرتونة البيض اذا كانت نظيفه فينا نعمل فيها كثير اشغال يدويه. بس انا اللي بعمله باخذ الكرتونه اول شيء فينا جيت كرتون بيض لونه بيربل حلو هو هذا السؤال هذا البيض انا دائما حقي يا ابيض يا رمادي ثقبت كرتونه البيض الاورجانيك هالاسبوع كان لونها هيك فكثير عجبتني بس الكرتون الرمادي كمان اللي فينا نعمله فينا نرشه او ندهنه بلون بيعجبنا وفينا نعمل منه لوحه منعلق عليها صورنا او نوت مثل بوليتن بورد يعني مثل هيدا بنحط بكل بساطه مين هذا الكتكوت اللي هنا هيدا ابني الكبير يا حلاله نعمل فيها مثل جوره صغيره تنحط الشريط شريط لونه يعجبنا اوكي انا عجبني هيدا مع الكرتون الزرقاء اكيد الكرتون اللي ما اظن عمري انا حلاقيه شفتش بس حدهن عم جيب بيض كثير تخليهم للكرتون هالفتره اوكي بنعملها هيك وقديش اولادك يحبوا يسووا معك هذا الاشياء في البيت اولادي للاسف ما بقى كثير عبالهم يعملوا معي ليش؟ اشغال يدويه بالبيت لانه زهقوا مني لا لانه زهقوا مني على كنت سويتي اشغال يدويه صح هلا صار بنلعبوا فوتبول بس الحلو انه هذا اللوح الصغير فينا نعلق لهم بقلب اوضتهم صورهم ذكرياتهم اي شيء ما بدنا نعلقه على الحيط او نحط براويز كثيره حتى لو ريمايندرز او مثلا مسج حبيتها انا حاطه لكل ولد من ولادي بالبيت واحد من هدول وحاطه عليهم الاكتيفيتيز او النشاطات اللي بيعملوهم على اوراق صغيره بس بنحطهم وبنعلقهم بغرفتهم صار لكل واحد عنده لوحة صغيرة بتذكروا بالقصص اللي لازم يعملها صراحة أفكار مرة حلوة علا يعطيك ألف عافية وأنتم مشاهدين لو جربتوا أي شيء في البيت من هذه الأفكار شاركونا نستعرضها سوا أو حتى مثلا عندكم أفكار جديدة ممكن أنا وعلا نشوفها ونسويها نجربها كمان على البرنامج شكرا لك علا يعطيك ألف عافية